السلام خوتي خويا زيدي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واموركم مزيانه ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. الوصفه ديال اليوم جيتكم بكيك عائلي اقتصادي، المكونات ديالو كاينين في المنزل ان شاء الله. كنتمنى هذه الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وترجعوا لي في التعاليق المكونات وطريقه التحضير. تفرجوا في الفيديو من الاول حتى الاخر، فرجه ممتعه. على بركة الله، بالنسبة للقياس ديال المكونات غيكون بالكاس ديال العنبة. كنحتاجو ثلاثة البيضات، جوج كيسان ديال الدقيق، فانيا، كيس أونس ديال الخميرة الكيماوية ما يعادل 10 غرام، كاس ديال السنيدة، كاس ديال الزيت، جوج معالق ديال الياورت الطبيعي أو ياورت بنكهة الموز، قشرة برتقالة، قبسة ديال الملح. بالنسبة للمول اللي غنحتاج أنا هنا، هذا المول هذا كبير بحجم عائلي، فيه 29 سنتيمتر. كيف العاده كنشدوا البيض كنطربوه مزيان مع السنيده، من الاحسن ديروا التراب باش يجيكم الكيك احسن. انا درت التراب اليدوي لحقاش كاين بعض الاخوات كيشوفوا شي وصفه فيها التراب الكهربائي وما عندهمش التراب الكهربائي ما كيقدروش يديروا الوصفه. انا كنحاول ندير شي حاجه اللي كتكون عند الناس كلها. من بعد ما كنطربوه مزيان كيولي موسو، يعني فيه الكشكوشه، كنزيد الكيس ديال الفانيا والقبسه ديال الملح، وكنزيد مع التراب الدائم. بالنسبه للزيت نضيفه بشويه بشويه. كيف كتعرفوا الزيت ما كيندمجش مع السوائل الاخرى بسهوله، اذا نكبه بشويه بشويه مع التحريك باش يعطينا واحد الكيك اللي طالع وخفيف في نفس الوقت. ما تكبوش في خطرة واحدة، من الأحسن. وهنا كيبقى لي الياورت والقشره ديال البرتقاله. يمكن لكم تعوضوا القشره ديال البرتقاله بقشره ديال الحامض مثلا. وهنا كنضيف الخميرة الكيماوية على الدقيق، وكنبدا كنضيف بالتدريج مع التحريك.
بالتالي كنحصلوا على خليط بهذا القوام هذا، ما كيكونش جاري بزاف وما كيكونش ثقيل بين وبين. وبالنسبة للطهي، انا عندي فران ديال الضو طيبته على درجة حرارة 165 درجة اللي كيكون سخون من قبل لمدة 40 دقيقة. بالنسبة للناس اللي عندهم الفران ديال الغاز، راه عارف الطياب ديال الكيكة ديالهم كيفاش داير، كيكون الفران سخون وملي كتدخلوها كديرو بحال الشمية، غير كتحمر من الجناب صافي كتهبطوها لتحت وكتقيسوها دائما، ماشي تحلوها من بعد 10 دقائق وتبدا تقلبوا في الكيكة ديالكم، لا راه غطيح. اما كتخليوها حتى كتشموا الريحة ديال الكيكة عاد باش تقدروا تحلو وتفحصوا واش تحمرات من الجناب عاد باش كتهبطوها لتحت. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري. هنا درت الكونفيتور ديال البرتقال، لحقاش كيعجبني هاد الكونفيتور هذا. اما بالنسبه لكم نتوما يمكن لكم ديروا العسل، يمكن لكم ديروا الكونفيتور ديال المشمش ناباج مثلا وتزينوه من الفوق، سواء بالكوك ولا اللوز، وكيبقى لكم الاختيار. وكانت هذه النهايه ديال الفيديو ديالنا ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم وتجربوا هذا الكيك، خصوصا الوليدات ديالكم اللي يكونوا جايين من المدرسه، لحقاش كيجي زوين وخفيف وكيصبر في نفس الوقت، غير نتوما غطيوه بشي حاجه وديروه في الثلاجه. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، نخليكم هاد الساعه. بالسلامه عليكم.